شحال انت ساكن هنا وما نشغلش بيا؟ حنا بو وجدودي زايدين هنا. باك وجدودك زايدين هنا؟ ايه انا مجدوبيه. عمر شي حد ما دوز لكم القادو شويه؟ عمر مخطى الماء، دايز الماء. الماء كنا مخصوصين به. الماء دوزو. ملي دوزو الماء، هاد السيد دار هاد المشروع بلا رخصة، بلا واد حار، والبلاد فلاحية كناكلو فيها ونشربو فيها. يقول لي بلا رخصة بلا والو؟ بلا رخصة. مشينا للجامعة نمثلو بلا، قال لك ما يدوش. اليوم مشينا، جا أحمد واحد جوج ناس من الجماعة، ملي جاو قلت لها تعطيني رخصة. قالت لي لا، ما عنديش. واش كتعرفوا هاد السيد هذا؟ شكون هو؟ اللي جا هنايا ودار فيكم هاد الحالة. ما كنعرفوش، راه صحراوي. واش هاد قناة الشعب؟ قناة شوف تيفي، مرحبا بكم في البث المباشر، العاشر مباشرة من الشلالات. فساكنة طالع عليهم الدم يعني بسبب أحد المقاولين اللي جا هنايا وبغى يدير مشروع يعني ديالو، والغريب في الأمر أنه وسط الشانطي بغى يدوز لهم الواد الحار. هادشي اللي خلى أن الساكنة ما لقاوش مين غادي يدوزو، ما عرفوش مين غادي يمشيو. كارثه وقعت هنايا، خلى ان الساكنه كلها خارجه، وقفوا حبسوا الطراكس، ما خلاوهاش باعتبار قالوا ان السيد ما عندوش ترخيص اللي غيخدم به. المهم شاش واقع؟ واقع باغي يحفر بزز قال لهم الطراكس. ملي جيت نحبسو ولاو جاوني جاوني عرمت على الناس من الخدامه ديالو، لا راه عنده ترخيص، خلينا نبداو، راه عنده ترخيص وانا ندور فيهم. قلت لهم شوفوا ما عندكمش الحق باش تجيو والله، وتحركت. يا قلت لهم واحد فينا كما انا باغي نموت على بلادي، انا ما خدامش. يعني شنو العرض ديالك انت؟ انا ما خداماش، انا ما عندي لا ولد لا بنت، كندير ازرع، كنعطي حرف واكر يعطوني باش نعيش. شكون غادي يعطيني باش نعيش؟ يلا قول اخويا، حتى واحد ما كيعطيني باش نعيش. راه بلادي هادي. يعني ما عندو لا رخصه لا والو خدام؟ ما عندو لا رخصه لا والو. اللي سينا اللي في هذاك المشروع يتحمل المسؤوليه يا ريس. او تشوف المشروع طلع ولد الحرب ما دوزوش. ما كاينش، كذبنا عليك. ها هو وسير شوف القادوس اللي باغي يدفن، باغي يدفن القادوس صغير كبر قلت لك باش يتفرقع علينا. ياك ايوا قادوس صغير باغي يدوزو كلية. ايه وغنحف راه حبسو. ودابا بيني وبينك خميمتي كنصب على الساكنة. انا نجي عندك السريف مثلا انا مهمتي صب هاد الشتا. القادوس تفرقع غاش غرقوا الواد الحار. ملي غيشد لكم على الحرب ديالكم اش غيطرح؟ غادي يشد لنا على الديور نتبخروا. الجاوي شرينا مع العطار. واش غديروا نتوما هذيك الساعة؟ لا نمشي نشري الجاوي من هذا العطار، هو راه سمع فلوسه من السكن وزاد. تقهرش ما مهمش. تقهرنا تمحنا محنا، واش مش هذيك البلاد؟ ديال مش عيبوا لفاتنا كنيته ما عطاتش. ما تقوليش كنيته بلا حبوبة. معليش. حبوبة ما تقوليش سمية ما تقوليش سمية. واحد عبد الله، واحد عبد النبي الله يرحمه، ومشى بغا يدوز فيهم الواد الحار. بغا يدوز في ارض امريا. ديال مش عيب حبوبة. لا اعلان لا اخبار سلطات. تهضر بناتي غتهضر. هذا ملك ديال مالي بغا يدوز فيه. بغا يجيب عرض. بغا يجيب عرض. واش الناس المسؤولين ديال الجماعه في راسهم هاد الكارثه؟ ومشينا لهم هي خطره ما هي جوج. والعام غتهضر. واليوم ضالين نجري الطروبيل ضالها تجري. من جاو جوج الناس. ملي جاو قال لهم قلنا لهم ما وديش هاد الشيء. قالت كلا ما نقد نحبسو. السيد قال لي ما نقد نحبسو. ما نقول ليه دير. شكون هو هذا؟ حميد دوش. لا ما تجيبلي سميه، قول لي اشكون هو؟ اشكون هو؟ اشكون هو؟ اش كيدير؟ اش خدام؟ في الجماعه. هذا قال لك انا ما نحبسش. ما نحبسو، ما نقول لكم رخصه. والسيده اللي قلتي جات عندكم هنا، شي سيده قلتي دويتوا معها هذه العماله وقالوا الجماعه ديال هي جات من الجامعه. اش قالت لكم حتى هي؟ قالت لي تشاف في قطعيات، قلت لها اختي اعطيني الرخصه. اعطيني الرخصة هنا، حضرت راسها ما جاوبتنيش. راسو عنده رخصة ميمشي. ما عندوش، إلا عنده الرخصة يعلق يديرها من هنا، دير طاريني من هنا حتى لفكينا داري. قول عيب على تعديت عليه. هي قولي لي بلا رخصة لا والو خدام. خدام فلورتي على جهده، هذاك شوف داسر بزاف. واخا ميمشي هاد السيد لا كان كيشوفك لا كان كيشوفك كمهمتي دابا اش بغيتي تقولي لي؟ نقولي محنتينا ومرتينا. الله يجعل ربي ياخذ فيك الحق. عذبكم امي. محنا فمي كرم غادي يضربني السكر. ما قاد على ما نعرفوا محكمه، ما نمشي المحكمه، ما نمشي ولا بلاد العرب. ونحشموا علاش ان واحد دايس الزنقه ندخلوا. وهذا الشيء راه كرفسنا. قوا عليكم هذا. قوا علينا. واش انا اللي بغى يحرك بلاد الحراتي قالت لي حيحوا. وهذه 20 يوم باش حبسته. وثاني يوم
يحبسي وين واش دار لي في راسو؟ في راسو قال واقيلا هادو راه دراوش ما في حالهمش ما يقراوش ما عارفينش غادي يوريك وين فعلا يحبس ليكم الطريق ما يمشي ولادكم اللي غيدوز ننقزو سمعتيني غنقزو غنديرو ديك اللي كديرو الطياره فاش يطلعوا للطيار نطلعوا بالطوموبيلات يعني ما عندكم منين ندوزو ما عندنا ندوزو غاتمشي حتى لحدا الدار وتشوفها وا سيد ما فكرش ليكم لا فكر في المشروع راه وحل فيه واش البلاد فيها حاجه ودير فيها مشروع الفلاحيه فلاحيه ودار فيها مشروع شوف هذا دار لي شو هذا بالموطور اللي جا راه دار فاليشا كيفاش ها كيفاش راه واحد هذا اللي غادي يدور معاك دوك راه بلاد فيها ليشا فاليشا ولا لي حداها اه او خدو ما كيخافش الله ما يمشي وهاد الفتره ودي حطوا لك في جيت البلاد من وانت شكون غيس شكون يقدر يكون وسط الفلاحه قولي لي واحد زرع القرعه ويجي واحد يسكن حداه مسكين هذا الراجل عاطينو عمامو هذا هذا احمد عاطينو عمامو في كي في كي يفلح وما في فرنسا وشوف كي جا بغا يدخلوا لي من البلاد ومن يجي يقولوا لي دابا سير لواحد الحارس غيقولوا لي لا كان كيشوفك هذا مول المشروع علاش قولي لي ها بغيتي نقول لي نهار نقول خدم دماغك واش شريتي هاك ب 4000 المتر ضحكتي على مواليها 4000 المتر اي والله انا شريتها والله لا بعتها ونخليها من وراتها قول تمشي عندك ما يشري من عندك لا ما بغاش انا ما يشريش من عندك مش بيعيش ارضك لا انا ما نبيعش انا نخليها للحباب انا ما عندي لا ولد لا نخليها لهلي كاين عندي خوتي كاين عندي كل شيء خوتك عزاز عليك اي عزاز عليا خوتي ماشي نكذب عليك اللهم بخوتي قول لي راه طيب وقاوين اي لما بخوتي وانت تقول لي شتا من العماله ايوا سيدي وريني قالك عندي رخصه اي لا قلت لي اش عندك هنا قالك ما دويشتي اه قال ما دويش ما عندكش الحق باش تهضريتي كنلحقك ايوا هادي ديال من ها هي راه مشيتها اش سيدي مشيت الباب تاع الدار وانا نعيط عليها انا اللي عيطت ليه كيف غادي يا الحبيب قال لي انا كنشوف غندوز لواحد الحال قلت لي ما دوزيش قال لي تلحقك انت بعدا اي اي تلحقك قبيح هذا ماشي نقول لك ما شفتوش ما معاشرهش تعصبش يا مو شمي قال لك انا معصبه درك معاك شوف حالتي كي دايره لا ما تعصبي ما والو ان شاء الله كامل الثقه في القانون المغربي رسالتك المسؤولين ما يمشاش قولي لهم الله يجعل الامانه الله يجعل فيها البركه تقف معنا والجماعه احنا علاش كنصوتوا على هذا الرياس هذا الرياس اللي ما يجيش يطلع علينا هاد الرياس اللي ما يجوش يوقفوا معانا كيخليو وحدين اخرين يصرفوا علينا علاش كنصوتوا؟ ما خاصناش نصوتوا الله يعطيك الصحة مانشي ناخذ كلمة ديال السيد تا هو برافو عليك مانشي شريف تا اش واقع اسيدي؟ خويا واقع هاد السيد جا بغا يدير واد الحار بدون ترخيص بدون شي حاجة نشوفو قربو جيت الأرض عافاك باش نشوفو كمل لي يا أستاذ والبداية من بادي ما بادي بدا كيحفر ومشى بانه دفع قال لك دفع الاوراق للعماله انا شفتهم الاوراق وراهم ليا في الجماعه قال لي بان هذه الطريق راه على البيست وفيها 10 متر وهي راه فيها غير شي 6 متر ولا 5 متر دابا واش هذه فيها 10 متر وهذه اش هي؟ كتشوفوا فيها فيها 5 متر ملي غادي تدخل التراكس هنا والسيد اللي جاي ولا شي طوموبيلتي ولا دايز دايز مين غندوز؟ وملي غتحفر هنا بعدا ملي غادي دوز ترونسبور باش يدير لك ولا تدخل المدرسه بلاي في المدرسه كلشي من المدرسه كاينين الخدامه في طوموبيلاتهم كلشي بكميات مين غادي يدوزو يلا مضرورين ماشي عام مضرورين فوق مضرورين فوق مضرورين ملي كتمشي مشينا للجماعه جات حوريه وجا مين يدوش لا دار عندك الاسماء كمل لي يا شريف ما نجيبش لا بلا ما تجبد الاسماء بلاش كمل لي هاو عندنا قال لك اودي ها كاينه كاين ملي يجيو بحال هكا هضروا معاهم قال لهم اودي حنا بغينا نشوف قال لك حنا ما نقدوش نحبسوهم وما نقدوش نقولوا لهم خدموا وشنو هو المهمة ديالهم تما في هذيك الجماعة؟ حنا بغينا نعرفوا شنو هو الدور ديال الجماعة في هذه البلاصة. إذا كانت بسعدهم جماعة الله يسهل عليهم. كانت عندهم رخصة الله يسهل عليهم، حنا بغينا نعرفوا غير المرض منين جاي. دابا بداو كيحفروا واقيلا ولا طاحت زيد بداو حفروا حافرين واحد 20 متر. 20 متر واش حفروا؟ حافرين. واش القبصة ديالهم شنو ديروا؟ ها؟ القبصة ديالهم شنو ديروا؟ يلا هاد القبصة ثاني جاو تراسوه اليوم راه تراسوه 15 يوم هادي ولا 20 يوم. هذا البارح هذا البارح قالت السيد البارح. ها هو تراسوه ثاني باغيين يبداو كينبزوا في انسان بشويه بشويه. ودابا المشكل دابا واحد الارض واش ديالهم ولا ديال مواليها؟ هادي كلها ديال مواليها كلها ديال مواليها. حطها فين غيتلاح غيتلاح الارض ديال مواليها. الارض ديال مواليها. واش غيوقع؟ وراه اللي غادي يوقع راه هو علاش نايضين حنا دابا؟ سمعتي اه داكشي اللي غادي يوقع هو علاش نايضين حنا دابا هذا اللي كيقول لك لا انا باغي ندير عير قادوس صغير
باغي ندير عير قادو شكون هو؟ ندير ليه بومبا مول مال المشروع. هذا هو مول المشروع؟ مول المشروع كيقول لك لا 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 اللي كيلو مع السيده شكون؟ ها معاكم هذا صافي كمل ليا مادي. اه كيقول لي ما ودي بان باغي ندوز انا غير ندير موتور وندفع من الدخانه مين غادي يدوز ما عندوش البلاد. بالاقليه كان غير نهار اول يجي ويستاشر مع مي البلاد سمعتي يستاشر مع مي البلاد ويجمعهم بان ما راضيش بينا حتى حنا راه ما راضينش بيه. شريف غنسولك وجاوبني بصراحه واش هاد السيد ما كيخافش الله؟ كون كيخاف الله كون غوت على مي البلاد هنا كلهم واستاشر معاهم وهذاك الشيء اللي كاين وفي الاخر هو جاي باغي يدخلها صحه وتندوز مشروع بلا قادوس لواد الحر وراه طلعوا الديور راه مبنيين. اه هما الديور مبنيين بلا واد حار. اين هو الترخيص نهار الاول؟ يعني الترخيص ما كاينش؟ ما كاينش. شريف واشريف سال تعطينا كلمه تكلم لينا على هذا الموضوع. زابي سي مزابي شي كلمه عاود لينا شنو واقع عليكم شنو داركم هاك سي مزابي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. وانت اش واقع السي المزابي؟ وهاد الناس اسيدي هاد السيد هذا اللي جاي راه خدام عند هاد الناس. انا جاي خدام هنا في بلاد الناس بلا ترخيص بلا حتى شي حاجة. كاين الظلم في البلاد. هاد السيد هذا ظالم ولا بلا ترخيص بلا والو كيدار ليها بلا والو. كاين الظلم في البلاد ما كاينش قانون هنا في البلاد. كاين اللي جا هنايا على انا كامل الثقه في القانون المغربي باش ياخذ لهاد الناس حقهم مساكن. باغي ياخذ لهم البلاد ديالهم صحاق جاي صحاق ومدوز ومدوز الفوسي في الطريق ويرضى في القوات ديال عباد الله والناس اللي عنده هنايا غير الارض ديال الارض في الحوق الملحلو شوف انت الملحلو والملحلو دايز كنا. انا يا بسي بدي هضر معاك عندي كروته كنتردق بها الله حنا كنجي نشدي القرعه من هنا ونديها ونديها فين بلا ولدي باش تردق ما كاينش هاد الناس هادو هنا ما كاين لا قانون ولا معقول. انا فاشك هاد السيد اللي كان كيشوفك اش بغيت تقول ليه؟ ايه هاد السيد نقول ليه اذا قانون خاصو يخدم قانوني ما يخدمش جهلي راه خدام مجهول هاد السيد. كما كتشوفوا معنا الله يعطيك الصحة شريف شكرا. كما كتشوفوا معنا مشاهدينا الكرام يعني مباشرة من جماعة الشلالات هذه هي المشروع يعني حفر قانون ديال واد الحار باش ان الناس ما غاديش يلقاو فين غيدوزوا. الى هنا مشاهدي قناة شباب قناة شفت فينا شفت بهذا القدر على املاقكم بث مباشر اخر شكرا والى اللقاء.